واحد بيقول نعلم أنه لا يجوز رسم ذوات الأرواح، هل طلب رسمها من برنامج الذكاء الصناعي الموجود اليوم يعد حراما أيضا؟ لو طلبت منه أن يرسم لي صورة قطة مثلا، هل هذا حرام؟ أقول له الأصل تجنب رسم ذوات الأرواح إلا لحاجة أو مصلحة ظاهرة. إن كنت محتاجا لهذه الصورة لغرض تعليمي، لغرض لأي غرض مهني، حاجة وليس مجرد العبث والهواية والتسلية، كانت في محل الرخصة، وإلا فإن الأصل هو الاجتناب. بارك الله فيك. اللهم اهدنا سواء السبيل وقنا عذابك يوم تبعث عبادك يا رب العالمين.